افتتح محافظ الدقهلية أيمن مختار معرض أهل المدارس بالمنصورة بحديقة الأسرة، وذلك لتوفير كافة مستلزمات المدارس بخصومات تتراوح من 30 إلى 40% للأسر الأولى بالرعاية. يضم المعرض الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية وملابس المدارس وأحذية وسلع غذائية، كما يضم المعرض جناحا لمنصة أيادي مصر للمشغولات اليدوية والتراثية بمحافظة الدقهلية. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية. دي كل عام ان شاء الله احنا متعودين نشترك في المعرض ده. الخصم بتاعنا بيتراوح من 25% تقريبا على كل منتجاتنا. احنا نازلين الحمد لله والشكر يا رب بالشباب بتوعنا عشان نخفض الاسعار عشان نقدر نبيع للمستهلك بسعر مميز. احنا شاركنا طبعا في معرض اهل المدارس عشان نقدم اكبر نسبه خصومات بفضل رب العالمين. احنا خصوماتنا هنا يا فندم بتوصل ل 50% بفضل الله، يعني في حاجات ممكن حضرتك بتلاقيها في المحلات بره بتوصل مثلا ولو يكن سعرها 500 جنيه معانا 250 جنيه، في حاجات بره ب 200 جنيه معانا ب 100 جنيه، حاجات بره ب 150 جنيه معانا ب 75 جنيه، احنا معانا طقم مدرسه كامل يلبس ولد وبنت ب 150 جنيه. التخفيضات عندنا في المعرض واصله ل 40 و50% طبعا بالنسبه لاي مكان تاني يعارض بره. احنا هنا بنخدم الطلاب من الحضانه لحد ابتدائي واعدادي وثانوي. المعرض قايم ان شاء الله لحد اخر الشهر وممكن كمان لحد بعد ما الدراسه ما تبتدي ان شاء الله تسهيلا على المواطنين. يعني الاسعار في متناول للجميع كويسه، انا خدت لفه في المعرض والاسعار كويسه من ابتدائي اعدادي ثانوي، ادوات كتابيه، اكل، لبس مدارس، شنط، كل حاجه موجوده في المعرض. الاسعار مناسبه جدا والحاجه كلها متوفره من الاقلام والكراريس والشنط والكوتشيات بأسعار مخفضة عن بره كتير يعني.